متشكرين جدا يا دكتور، مع السلامة. اسمعي يا ست انت، من هنا ورايح مفيش حركة نهائي، مفهوم؟ يعني ايه؟ حاضر اهدى كده على طول؟ زي الدكتور معمر، ولا تحبي اندهله تاني؟ تخوفني؟ يا فاطمة، فاطمة! نعم يا دكتور. فرمان عالي ولا يناقش. نعم. ممنوع الست تحط ايدها في اي حاجة ولا تقرب ناحية اي حاجة، مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. شوفي بقى يا ستي، من بكرة الصبح هشتري لك صوف وابر وتبتدي تشتغلي ولي العهد كل اللي نفسي فيه. وانا فديك الساعة يا احمد، انا هعمل له شغل مفيش احلى من كده. بس على شرط وانت نايمة في السرير. الو؟ ايوه. طيب كمان نص ساعة. مين يا احمد؟ ده واحد صاحبي عايزني ضروري دلوقتي. تصوري، اصله الحقيقة انه لما ارجع بحكي لك على كل حاجة. انا مش هتأخر عليك حبيبتي، مسافة السكة. باي باي. اهلا يا دكتور احمد، اتفضل. خير يا عزيزي، عايزه حاجه؟ وحشتني يا اخي، وكنت عايزه اشوفك. ايه حرام في وقت زي ده؟ ما انت من يوم ما اتجوزت وانت قطعت رجلي لا بقيت بتيجي الشقه ولا المحل. ايه، هما كل اللي بيتجوزوا بينسوا اصحابهم كده ولا ايه؟ ظاهر عليكي سكرانه عزيزه. اسمع ما اقولك، انا دلوقتي بقيت راجل متجوز. زمان كنت باجيلكوا وانا لسه عازب، ما كنتش باجي لوحدي، كان بيبقى معايا شوق. دلوقتي الوضع اتغير، فاهمه؟ تنسي الحكايه دي خالص. عايزك ترجع تاني زي ما كنت. خص عليك يا احمد، انت عارف انا بحبك قد ايه، يخونك العيش والملح. تبين عليك اتجننتي ولا جرى لعقلك حاجه؟ Thank you.
اهلا يا دكتور شوقي. اهلا يا دكتور. اتفضل. ايه يا راجل؟ كنت فين؟ شغلتين عليك. ايه لسه الكوابيس بترجع؟ امبارح ما نمتش خالص. عشان كده اتأخرت ولا ايه؟ بقت حاجة مش معقولة يا شوقي. دلوقتي بقيت مكرر العلاج أربع مرات وما جابش نتيجة. ما بقول لك تعالى معايا نسهر سهرة من بتوع زمان. والله أنت رايق يا أخي. أهلا يا دكتور. أهلا يا دكتور. أهلا. إزيك يا دكتور شوقي؟ أهلا يا دكتورة نادية. خدت الماجستير ولا لسه؟ ماجستير ايه بس يا شوقي؟ دي مسجله دكتوراه وقربت تخلصها. يا احمد انت عارف رايي من زمان. الست مسيرها البيت. بلا ماجستير بلا غيره. معلش يا دكتوره ده رايي. ايه اللي اخرك يا احمد؟ امبارح ما نمتش طول الليل. بتاخد الدواء يا احمد؟ بانتظام. لدرجه اني بقيت احس انه بيجيب نتيجه عكسيه. ده مجرد احساس بس يا احمد. إذا ما كانش كده غير الدم أو غير الدكتور. يا غير الدكتور ده إيه؟ ده أحسن أخصائي في البلد. ده رأيي. المهم قولي يا دكتورة نادية إيه أخبار التشغيلة بتاعت إمبارح؟ والله النتيجة هي نفس النتيجة. مش معقول. هي قدامك. اسمعي أنا هعمل بنفس التشغيلة اللي جاية. عشان الدكتور احمد استريح. وادي يا سيدي 350 جرام من ماكس 13. اتفضل عطلان يا مخي انا اللي عطلان ده انا عامل الخلطه بنفسي احمد رايح فين يا احمد خايف يا نادية خايف قوي من الحبوب دي
بتاعت مرضى القلب، واي خطا فيها ممكن ياثر على صحتهم. ما دام النسبه في حدود المسموح بيه ما تخافش، كل حاجه سليمه والوزن الاجمالي سليم. امال الفرق ده بيروح فين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور احمد؟ هو ده اللي حصل يا فندم. الماده الفعاله في الحبوب ناقصه بمعدل 5%. طب والسبب؟ ما هو ده اللي محيرني. انا اشرفت على التشغيله بنفسي، عملت كل حاجه بنفسي. وزنت المواد قبل التشغيل؟ وزنت وطلع الوزن مظبوط 100%. والماده الفعاله اختبرتها وطلعت سليمه. الشيء ملفت للنظر ان الحكايه دي بقت تتكرر كتير. من امتى؟ بقى لها حوالي 3 شهور. يعني من تاريخ خروجك من المستشفى. قصدك ايه يا نظم بيه؟ شوف يا دكتور احمد، انت زميل قديم وخبره نادره صحيح، لكن الحكايه لما توصل لمجال الشغل انا اسف لازم غيرك يشرف على التشغيل. الحكايه دي انا كان ممكن اسكت عليها واعديها، لان النقص في حدود النسبه المسموح بيها في دساتير الدواء. حتى لو مسموح بيها برضه فيها خطوره. انت ناسي اهميه المجال اللي بتشتغل فيه؟ لا مش ناسي، وعشان كده لازم اعرف السبب. دكتور احمد انت اعصابك تعبانه ولازم تستريح. مش ممكن يا فندم، وانا ما اقدرش اخاطر بصحه الناس عشان حضرتك بتغلط في تركيب التشغيله. انا هفضل امر اداري عشان حد من زمايلك يحل محلك. حضرتك لو عملت كده انا هقدم استقالتي. عملت ايه يا احمد؟ لازم اعرف السبب. اسمعي يا ناديه. ايوه. انا عايزك تحللي كل المواد اللي داخله في التشغيله وتشوفي لي طبيعه كل ماده على حده. اذا كان الوزن مظبوط يبقى في حاجه غريبه داخله على التشغيله. قصدك ايه يا احمد؟ مش عارف، لكن على الاقل ابقى اتاكدت ان المواد اللي داخله في التشغيله كلها ملهاش تاثير مضاد. احمد انا من رايي انك تستريح شويه. حتى انت يا ناديه؟ انا خايف عليك يا ابني، خايف عليك من اللي بتعمله في نفسك. وبعدين انت مش ناوي تعزمني على العشاء؟ احنا بقالنا زمان ما تعشيناش سوا. انا عازمك الليله دي على العشاء، ايه رايك؟ يعني افكر. كذاب وحياتك.
خطة واحدة بس ونتجوز على طول. وده ما حصلش يا شوقي. بتقاطع على رزقك ليه؟ صدقيني يا حياتي هيحصل. سيدي يا سيدي. ها يا خبيثة، تعرفتي منين انا هنا؟ انا عيني عليك من اول ما دخلت، حتى ما كملتش الرقصه بتاعتي وجيت على طول. تطهرت. طول عمرك نضيف يا ابن ايه؟ بس بالراحه. بالراحه خالص يا ست الكل. عزيزة. يا عيون عزيزة. تعالي معايا علشان عايزك في موضوع مهم. يا بتاع المهم انت. تعال. الدفاتر مظبوطة. مش قلت لك؟ أمال إيه الحكاية؟ إيه سبب العكس ده؟ اسمع شوقي، عندك ورقة فاضية؟ إيه؟ ناوي تاخد أجازة ولا إيه؟ أجازة إيه بس بتراخر؟ أنا مش هيدالي بال ولا هسكت أبدا إلا إذا عرفت إيه السبب العكس ده. أمرك. ايه ده؟ 10 جرام من ماكس 13؟ ايوه، هعمل تجربة صغيرة. طب ودول هتسددوا في الدفاتر ازاي يا دكتور؟ ما تحبكهاش قوي كده يا شوقي، اعمل بيهم اذن صرف. مصمم يعرف السبب. الحبوب اللي غيرتها له عامله ايه؟ ما اثرتش فيه. لسه بياوح. وبعدين؟ انا هتصرف. هتعمل ايه؟ هغير له نوع الحبوب. هحط له حبوب تانية. بس المرة دي هتجننه خالص. جايز يكتشفها. ما تخافش. الحبوب اللي حطها له نفس اللون ونفس الشكل. انت وعدت انك تجيب كمية كبيرة من ماكس 13. وانا لسه عند وعدي. انا في دماغي خطة لو اتنفذت هتشيله خالص من الوجود. هي ايه؟ بعدين. بعدين هتعرفها. انا متأكد ان الخطة دي هتخليك تعرفني على الكبار. اسمع يا شوقي. الشغل بتاعنا عاوز رواق وهدوء. اي تهور يودينا كلنا في داهيه. ما تخافش، انا راسم كل حاجه في دماغي. انا خطتي ما تخرش الميه.
ايه ده؟ مش عارف. اظن النسب كده مظبوطه 100%. لا يا دكتور احمد، انت الظاهر بتتعب نفسك زياده عن اللزوم، انت لازم تريح نفسك شويه. مش كده يا دكتور، قول له لحسن مش مصدقني. انت عندك حاله ارهاق عصبي حادي، انا هكتب لك على حبوب مهدئه. تاني حبوب مهدئه يا دكتور؟ انا تريت منها ولا جابتش نتيجه. ورني هاني كده. مالها الحبوب دي؟ ما هي كويسة، أنا كاتبها لك برضه. يا دكتور ما بتجيبش معاه أي نتيجة. أصله بيرهق نفسه في الشغل يا دكتور. تصور سعادتك، إمبارح بالليل شغال في المعمل لغاية الساعة 12 بعد نص الليل. ولولا إنه أغمى عليه، ما كانش ساب الشغل أبدًا. هو ده سبب تعبك يا دكتور أحمد. أنت لازم تاخد أجازة وتسيب البيت خالص. هايل يا دكتور. ده أنا دخت عشان أقنعه بالحكاية دي. أنا هريح لك أعصابك. هنشدكم. اتفضل يا دكتور. احنا متشكرين قوي يا دكتور. خلي بالكم منه كويس، حالته صعب قوي، اي ارهاق ممكن يسبب له انهيار عصبي. انا اعرف مكان كويس ممكن اخده فيه اسبوع او اسبوعين كده. يا ريت. شكرا دكتور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. دكتور احمد احسن شاليه عندك، الشاليه اللي انا بنزل فيه دايما. اسف الشاليه ده محجوز المره دي، لكن شايل جنب منه فاضي. خلاص مش مهم. هو سعادتك مش نازل معاه؟ لا للاسف. ما تقعد لك يومين يا شوقي. يا ريت يا ابو حميد، بس انت عارف ظروف الشغل بقى. معلش. ها مش حواصيك بقى يا غريب ايه؟ احمد ده زيي بالظبط. عنينا يا شوقي بيه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا شوقي. يا راجل ده كلام، اطلع انت استريح بقى بعد السفر. ها افتح شاليه بنيته. وصل بيع. هبقى افوت عليك الاسبوع الجاي. اصله لسه خارج من مستشفى الامراض العصبيه ما بقالوش شهرين. يا عشان كده محتاج لمعامله خاصه. حاضر. سعادتك تؤمر بيها؟ لا متشكر جدا يا فندم.
برافو عليك يا عزيز، انت معسل عظيمة اهو. اسمعي بقى، اجري على الشاليه وروح بسابع نوم، واذا البوليس سالك عن اي حاجه انت ما شفتيش حاجه وما ضيعتيش حاجه. لازم نثبت انه مجنون وندخله صاله المجازين. طب وانت؟ انا لازم انزل مصر على طول، يا دوبك الحق معاك الشغل. ونصيبي ووعدك ليا بالجواز. ده هنتحاسب دلوقتي يا عزيزه، لما ننزل مصر بنصفي حسابات ونبقى نتجوز. وديني يا شوقي، لو لعبت بديلك كده ولا كده اهوت هقول لاحمد وافضحك. انت فاهم؟ انا كبرت كتير وما عنديش دعوات اصبر بعد كده ابدا. زمان احمد بلغ البوليس. يلا دلوقتي اسمعني، ما تنزليش غير بكره، معايا زي ما اتفقنا. يلا باي باي. باي باي. باي باي. الو، ايوه انا. ايه فين؟ هنا بالظبط. انت متاكد انها كانت هنا؟ ايوه طبعا متاكد، انا كنت هنا بالظبط. سمعت صوت استغاثه، جيت جري شفته وهو بيقتلها. انا متاكد اني سمعت صوتها وشفتها، انا اعرف شكلها كويس، عارفها هي شخصيا. اسمها ايه؟ اسمها عزيزة نور، بتشتغل ممثلة. انت متأكد انها هي وانها اتقتلت في نفس المكان ده؟ ايوه طبعا متأكد، انا اعرفها شخصيا. غريبة، امال راحت فين؟ طب شفت اللي قتلها؟ ملحقتش اتحقق منه، هو طويل ولابس جلابية ولافف دماغه بشال ابيض. معلش يا فندم، اعصابه تعبانة، انا فهمت انه خارج من مستشفى امراض العصبيه قريب. يا فندم انا مش مجنون ولا بهلوس، انا متاكد اني شفتها بعينيا. شكلها ايه الست دي؟ تقدر توصفها لي؟ لابسه فستان عريان لونه بني مشجر وشعرها اصفر. حضرتك قلت اسمها ايه؟ عزيزه نور. الاوصاف دي بتنطبق على واحده نازله في الاوتيل عندنا هنا، بس اسمها ليلى سالم. دي جارتك يا دكتور احمد في الشريط اللي جنبك بالظبط. لكن ما احسش انها نازله جنبك طالما انك تعرفها. لا مفيش حد بيرد، الجهاز يكون خرجت وجايش تكون نايمه. لو سمحت خبط تاني. هو ما فيش مفتاح تاني للشريط؟ في مفتاح تاني بس جايش تكون نايمه. معلش علشان اطمئن. يا سيد هات مفتاح الشريط. هي نازله هنا من امتى؟ من يوم الدكتور احمد ما جاء، بس هي جت الظهر وهو جاي بالليل. عزيزة بقية في حياتك. انت اتجننت؟ احنا فين هنا؟ هي دي الطريقة الوحيدة علشان ندبس احمد. جريمة القتل لابساه مش هيقدر يهرب منها ابدا. وبالشكل ده نكون ضربنا ضربتنا من غير ما حد يحس. انت مش بتقول انك ممضيه على مستندات الصرف؟ ايوه، لكن تخيل بقى محكوم عليه بالاعدام علشان جريمة قتل، وتثبت عليه كمان جريمة سرقة. ده مخ يا استاذ. احنا مش عايزين نفتح على نفسنا مشاكل احنا مش محتاجينها. انت متهور اكتر من اللازم. بس لو تعرفني على اللي فوق انا هقنعهم بكل حاجة. الظاهر عليك مش هتعرفهم طول عمرك.
لما خطتي تنجح هيقدروني، وبكره افكرك. انا خايف من طموحك الزايد ده. احنا بنلعب قمار، يا نكسب الترابيزه يا نخسر كل حاجه، وانا قبلت اللعبه وضامن الترابيزه في جيبي. ايه علاقتك بالمجنى عليها يا دكتور احمد؟ انا ما كان ليش اي علاقه بيها. امال ازاي قلت في محضر البوليس انك تعرف؟ دي ممثله وممكن ناس كتير قوي يعرفوها. ودي ايه رايك فيها؟ ودي اظن ما تقدرش تنكر ان ده خط ايدك. عزيزة، لن استطيع ان احضر اليك الليلة حسب اتفاقنا. الحاجات دي لقيناها في شنطة المجني عليها، في جيب من جيوبها. اظن ان نتكلم بصراحة احسن. انا هقول لحضرتك كل حاجة. ايه نوع العلاقة اللي كانت بينك وبين المجني عليها؟ والله يا فندم انا اللي اعرفه ان الست دي مشاكل كان بطال، وطبعا حضرتك عارف كل شاب ممكن يبقى ليه علاقات يعني. وبعد ما اتجوز؟ والله يا فندم انا اللي كنت بسمعه من احمد انها كانت بتضايقه. ازاي يعني؟ الظاهر انه عايز عليها انه هيسيبها فكانت بتضايقه. انت عندك فكره ان مراته ماتت بسببها؟ للاسف احمد ما كانش بيخبي عني حاجه خالص. انا واحمد اصحاب من زمان قوي. تفتكر هو اللي جابها هنا ولا هي اللي جت وراها؟ الله اعلم. حضرتك اللي وصلته يوم ما جه هنا؟ بقول لحضرتك صديقي، ده راجل مسكين ملوش حد في مصر خالص. انما هو كان جاي ليه هنا؟ كان تعبان والدكتور نصح ان هو يغير جو. تسولة مراته كانت بتطرد في كابوس كل يوم، ده كان مهدد بانهيار عصبي. ايه نوع المرض اللي جالك بعد وفاة زوجتك يا دكتور احمد؟ انهيار عصبي. دخلت مستشفى؟ ايوه، وقعدت فيها حوالي 3 شهور. لما خرجت من المستشفى ما قابلتهاش تاني؟ أبدا. ولا حاولت تقابلها؟ حضرتك عايز توصل ليه بالظبط؟ لأنك ما قدرتش تستحمل تأنيب الضمير والإحساس بالذنب، فجرجرتها لغاية هنا وقتلتها. يا فندم أنا لو كنت قتلتها ما كنتش بلغت. أمال تفسر إزاي إنك شفتها بتتقتل على شط البحر في نفس الوقت اللي اتقتلت فيه في الشاليه بتاعها؟ مش عارف. بلاش دي. الطبيب الشرعي اثبت ان القتل تم بالطريقه اللي انت حكيت عنها بالظبط. ازاي توصف الجريمه بالدقه دي وما تكونش انت اللي ارتكبتها؟ يعني شفتها على شط البحر برضه؟ ايوه. طب مش لازم يكون في اي اثار، اي حاجه، نقطه دم، اثار رجلين، اثار على ملابس المجني عليها؟ يا فندم انا قلت لك كل اللي عارف هو ده اللي حصل بالظبط. تحب احلف لك بايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا دكتور احمد، لكن الحقيقه كل الادله ضدك. يحول الى الكومسيون الطبي لفحص قواه العقليه. ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ والله يا دكتوره المصنع كله بيشغل الحكايه دي، والراجل يا عيني غايب مش لاقي حد يرد غيبته. احمد مش محتاج حد يرد غيبته، احمد اشرف بني ادم في المصنع ده. هتقولي لي يا دكتوره ده عشره عمري يا بنتي، منهم لله ولا بالحرام. حسب المثبت عندي في الدفاتر 2000 جرام من ماده ماكس 13 تمنهم لو حسبناهم النهارده في سعر الشراء من الخارج يطلع حوالي 500,000 جنيه. رجعنا الدفاتر على زون الصرف وزون الاستلام طلعت مظبوطه، واتضح ان الكميه الناقصه استلمها الدكتور احمد عبد الباقي وماضي عليها. وده اتعرف ازاي؟ ضمن محضر الجرد 2 ممضيين من الدكتور احمد بالكميات الناقصه وما دخلتش عمليات التشغيل. اتفضل يا فندم. ده محضر اللجنه وفيه المستندات، وده تقرير لجنة الجرب فيه كل شيء عن المخالفات. يا فندم يا فندم الكلام ده مش صحيح، دكتور احمد مش ممكن يعمل كده. انت دخلت هنا ازاي؟ يا فندم انا عايز اقول لحضرتك. اتفضلي اطلعي بره. يا فندم اتفضلي اطلعي بره. يحول للنيابة العامة.
هيجيلك كل يوم. طيب مفيش حاجة دلوقتي. انت مجنونة ولا ايه؟ ما اقدرش اشيل الحاجات دي عندي في البيت ابدا. مين ده؟ خليكي زي ما انت ما تتحركيش لغاية لما اشوف مين على الباب. هتعمل ايه في المصيبه اللي انت فيها دي دلوقتي؟ مش عارف، لكن هدور ورا عزيزه نور واشوف ايه اللي جابها ورايا. طب يلا قوم خد لك حمام سخن واحلى دقنك على ما احضر لك لقمه تاكلها، وبعدين ما نفكر هنعمل ايه. يلا. نفسي انا مشاوي، نفسي. ما تخافش يا احمد، هتعمل لما تشبع. Thank you.
هتعمل ايه؟ هطلب البوليس طبعا. ما تنساش الامان. طيب طيب يلا. اوكي. طيب. ايوه ايوه 43 شارع الوزيري في الزمالك. بسرعه من فضلك. شاوي الاقي عندك المواس حلال؟ الظاهر المواس خلصت. على كل حال استحمى انت دلوقتي وبكره الصبح بنزل اجيب لك المواس. اصل دقني طويله. يا اخي من هنا للصبح ما فرقتش. هو انت هتتجوز يعني؟ يلا يلا. على رايك انت. انت كنت بتتكلم مع حد في التليفون؟ اصل عمتي هتفوت عليها الصبح وما كانتش عارفه العنوان. امال فين الاهل؟ هحضره لك حالا. تعرف يا شوقي انا بقالي يجي 3 ايام لا اكلت ولا نمت. عشان كده اول ما وصلت مصر ولقيت شقتي متراقبه فكرت فيك على طول. الله يخليك. طب يلا يا سيدي بقى خش استحمى وما تضيعش وقت. هتعشيني يا شوقي؟ ما تخليها مفاجأة. يا سيدي أموت أنا في مفاجآتك دي. أنا إذنك بقى لحسن زمان البني اتملى. شد على حضرتك. علي انا؟ مش انت برضه المحضر بتاع محكمة ولاء؟ محضر؟ الله يجازيك يا بندق. انا لا محضر ولا حاجة. انا مدرس ثانوي منقول مصر جديد. وحضرتك بقى لا مؤاخذة في دي الكلمة، متجوز ولا هتسكن كده حلواني؟ لا، كده حلواني. عليا الاثنين. احنا عندنا هنا بقى معانا الفلاح الابيض باش سمسار الحتة كلها. هشوفولك حالا. صلوحة انا جاي اهوبا، انا جاي اهوبا.
ها يا صبري؟ خير؟ شوف يا دكتور شوقي، الخمسة في المية في كل التشغيلة اللي اتفقنا عليها وكنت بسكت عليها معلش، لكن المسألة توصل إن الراجل يتهم بالقتل والسرقة ده كتير. إيه؟ صعبان عليك أوي ولا إيه؟ ده أنا بني آدم يا أخي، حرام عليك اللي بيحصل ده. إيه الحكاية بالظبط يا صبري؟ عايز تزود العمولة ولا إيه؟ يا أبو عين زايغة. لا، بس إحنا ما اتفقناش على كده. إحنا كان اتفاقنا إن صهين عن الخمسة في المية، لكن تاخد 2 كيلو وتتهم الراجل بجريمة قتل أنا متأكد إنه بريء منها؟ لا. وناوي تعمل إيه؟ هقول كل اللي أعرفه للبوليس. وهو اللي هيروح يقول للبوليس، يجي يستهزن؟ ما تروح تقول له يا أخي، إيه اللي حايشك؟ اسمع يا صبري، أنت عارف إيه مشكلتك؟ إنك راجل طيب، وكل اللي حصل إن ضميرك ناقح عليك حبتين. أنا بقى عندي علاج لحالتك دي، أنا هديك 100 جنيه تشبرق بيهم على نفسك أنت وعيالك، وأنا متأكد إنك هتنسى كل حاجة. لا، مش عاوز. اسمع بقى، على رأي المثل، روح ما بعدك روح. لو سمعت إنك أنت قلت أي كلمة مش هحصل لك كويس، أنت راجل صاحب عيال. هي المحروسة بنتك في سنة إيه؟ شوقي في تالتة ثانوي على ما أظن، وبتروح مدرسة المنيرة مش كده؟ وكل يوم بتمشي من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، ولا ناوي تقعدها في البيت يا عم صبري؟ يا مجرم. مش لوحدي. اسمع يا ابن الناس، حط عقلك في راسك وافهم كويس قوي ان شوقي ما بيلعبش، مفهوم؟ منك لله، منك لله يا مفتري. ايه النتيجة؟ اكتر من 98 جنيه. عظيم. من يوم احمد ما ساب الادارة والنتيجة بتطلع في الحدود دي تقريبا. وليه ما يكونش معناه ان اللي بيسرقوا اخدوا كل اللي هم عايزينه فبطلوا سرقة؟ انت عايزة تدافع عنه وبس. صابع الاتهام تشير الى احمد عبد الباقي الصيدلي المتهم بقتل عشيقته. سلام يا حلاوة. أهلا يا بندق. مالك؟ إيه مالك يا حلاوة؟ أبدا أبدا. واد يا سيدي علبة الشاي والقهوة. جبت لك بقى وشاي وتمن بن بالصلاه وعلى النبي تعمل فيه مزاجك، ايه رايك يا حلاوه؟ انا هعملها معاك. ايه ولا مؤاخذه؟ القهوه يا راجل عيب، ده حتى الصنعه تروحكم، اقعد انت بس وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. يا سيدي انا عايز اعمل القهوه معاك. لا يا حبيبي، عايز تاكل مني الصنعه وتقنطرني انا يا حلاوه. منك لله يا بندق. سكر مظبوط. اللي قول يا دكتور احمد، لما انا بعرف اقرا وصورتك منشوره في الجرايد، ما تقول لي على الحقيقه احسن يا حلاوه. يمكن ما تصدقهاش يا بندق. شكلك بيقول انك انت راجل طيب ومش بتاع لف ودوران. انا ما قتلتش يا بندق ولا سرقت. امال ايه المؤاخذه اللي مكتوب في الجرايد دول؟ تلفيه يا بندق. صدقني، واحد صاحبي او المفروض انه كان صاحبي، أنا متأكد إنه ورا الحاجات دي كلها. الله، طب ما نبلغ البوليس أحسن يا حلاوة. البوليس ما بياخدش بالكلام ده يا بندق. البوليس عايز إثباتات وأدلة. أنا دي وهنعملها إزاي دي؟ إن شاء الله هوصل للأدلة. بندق، ممكن تساعدني؟ بعناية ورقبتي. بس لو على حق يا حلاوة. هتعرف بنفسك إني على حق. وتأكد إنك مش هتندم أبدًا يا بندق. خميس، متبقاش تتأخر عليا. عندك رصيد كفاية اهو. ما تنسيش تكلمي شوقي بيه في التليفون. حاضر. وخلي بالك، شيل الإزازة دي من هنا، أحسن ده من النوع الإكسترا. متشكرش.
شكرا قوي قوي. سلام على شوقي. مع السلامة. هو ده اللي كان عندها دلوقتي؟ هو حلاوة ده باين عليه مزين. طيب خليك وراها يا بندق، ما تخليهوش يغيب على عينك لحظة واحدة، واعرف لي راح فين. وجب يا حلاوة. يخرب بيتك انت، ايه مركب في رجليك حاجه ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا احمد. الله يسلمك يا ناديه. حد شافك وانت جايه؟ لا ما تخافش احمد. ايه اللي حاصل اليومين دول؟ شوي شوي يا ناديه، تصوري انه قتل العزيزه نور وسرق المكس 13 ووقعت انا فيها. الجدع ده انا عمري ما استريحت له ابدا. أتاري ما بيسيبنيش لحظة اليومين دول. عارف إنك هتقابليني؟ لا طمن. اللي مستغرب له إزاي متهمني أنا بسرقة الماكس 13؟ عملوا لجنة جرد وشافوا إنك أنت ماضي على أذون استلام
وخدت ايدك. مش ممكن، ده صبري هو اللي بيستلم وهو اللي بيمضي مش انا. على كل حال دي نقطة ولازم نتأكد منها. اسمعي يا نادية، خد الإزازة دي معاكي ويا ريت تحلليها على الجهاز بتاعك. أنا متوقع إن المادة المخدرة اللي فيها هي ماكس 13. منين دي يا أحمد؟ من شوقي. نادية، مش لازم حد يعرف أي حاجة وحياتك. يخفى عليك يا أحمد. معلش يا نادية، أنا آسف، أنا بتعبك معايا. ده أنا بديك بروحي يا أحمد. انت عارف يا احمد كنا هنا زمان لما احتلي مرة على الجواز، فاكر؟ بتشجعيني عشان عارفة ظروفي. لا انا بحبك ومن زمان مستنياك عشان تتكلم، ما بتتكلمش. انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل ده كله. حاسس اني عايش في كابوس ومش عارف ان كنت هصحى منه ولا لا. هتصحى يا احمد، هتصحى، كل حاجة هترجع زي زمان وأحسن. معقولة؟ تعرف يا نادية؟ أول ما أخلص من الكابوس ده، إيه اللي هعمله؟ إيه؟ هنتجوز. طلع تمرج مش مزين، ده انا شفته بيضرب حقن. المهم راح فين؟ لف على زباين ياما، اشكشك في حيتك، في السيدة، في الزيتون، في حلوان، يا دين النبي. وايه، ما بيهمدش ابدا. تعرف وما بيعرفش يمشي، ده بيجري تقش مركب مطول في رجليه. وبعدين؟ وبعدين دخل عمارة في وسط البلد، دخلت وراه، كنا بقينا بالليل، دخل شقة في أول دور وقفل الباب وراه. وعرفت العمارة دي؟ ايه؟ ودي برضه تفوتني يا حلاوة، ده انا جبت لك نمرة العمارة ونمرة الشقة كمان. دخلها في العملية يا رخ. انتوا بتراقبوني ولا ايه؟ اسمع يا شوقي، انت بتبوظ كل حاجة. عملية كل مادة ما بتوسع، واحنا عاوزين نسدها. الحظ هو اللي ساعده، البوليس لو كان قبض عليه ما كانش حصل كل ده. مفيش حاجة اسمها لو. الدكتور بتاعك خد الازازة من عند صباح. اتحرك بسرعة، لو الازازة دي اتعرف مصدرها هتبقى مصيبة. في حاجة تانية، انت سرقت كام كيلو من المادة؟ ها؟ اللي وصل لنا كيلو ونص بس. انت بتشتغل لحسابك يا شوقي؟ ما انا اللي تعبان فيهم، وانا اللي مخطط العملية دي كلها، ثم ان انا ليا زباين انا كمان. انت هتتصرف في حكاية الازازة دي ولا نتصرف احنا؟ هتصرف. أنا عندي نص كيلو كنت هجيبهم لك، شايلهم في الأمان. أنا أنت مالكش أمان. شكرا. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. أم عبدو جه؟ أيوة يا دكتور، سابقك على جوه. شكرا أوي.
مساء الخير يا دكتورة. حضرت لي الجهاز؟ أيوة يا دكتورة. أعمل لك شاي. لا متشكرة يا عم عبد، مش عايزة. طبعاً إذنك يا بنتي. أصلي العشاء. ودعيلنا معاك. ربنا يسعدك ويكرمك يا دكتورة. متشكرة. Thank you.
الورقه اللي كان ليها هناك اهو. حاضر. بالظبط يا دكتورة نادية؟ ما حصلش حاجة أبدا يا فندم. والكلام اللي بيقوله عم عبده؟ أنا ما عنديش أي فكرة عنه. الظاهر إنه كان مرهق ووقع على الأرض. بس ده بيقول إنه شاف الدكتور أحمد عبد الباقي وإن هو اللي ضربه على دماغه. يا فندم أنا ما شفتش حاجة أبدا. طيب أنت كنت في الوقت ده في المصنع بتعملي إيه؟ شغل الدكتوراه بتاعي. لا تقولي يا بنتي. قولي يا حبيبتي اللي تعرفيه لحضرة الظابط. يا ماما انا ما اعرفش حاجة ابدا. ما تقولي انت هانم لو كنت تعرفي حاجة. يا فندم حضرتك سألتني اسئلة وانا جاوبتك عليها. واظن ماما ملهاش اي دخل بالموضوع ده خالص. يعني مش عايزة تتكلمي. انا قلت كل حاجة. بس يكون في علمك يا دكتورة ان التستر على مجرم هارب يعتبر جريمة. في حاجة تحب فيها؟ لا. طيب اقفل المحضر. هات الدفتر. اتفضلي وقعي.
ممكن تتفضلي دلوقتي. شكرا. اتفضل انت يا معلم، ولو حصل اي حاجه اتصل بينا على طول. حاضر يا مع السلامه. خير يا فندم؟ مفيش فايده، لازم تجيب لنا اذن من النيابه بمراقبه الدكتوره ناديه، هي اللي هتوصلنا للمتهم احمد عبد الباقي، واعملي تحريات كافيه عن مصنع الادويه. وموصولك انت كمان؟ انا سمعت على اللي حصل وفهمت كل حاجه. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. ده كابوس ولازم كلنا نخلص منه. انا اتجرحت قبل كده وغصب عني اشتركت معاهم ضد الدكتور احمد. انت عاوز مني ايه؟ الدكتور احمد ما يستاهلش ده كله. ليه ما قلتلهمش على كل اللي حصل وكان البوليس يحميكي منه؟ وانت ما قلتلهمش ليه اذا كنت تعرف حاجه؟ لازم نشجع بعض. شوقي اكيد مسنود، ولو كل واحد مننا اتصرف لوحده هياكلونا. دكتوره ناديه، انا مستعد اعترف بكل حاجه، بس انت كمان تساعديني. صباح الخير يا دكتوره ناديه. ازيك يا عم صبري؟ ايه اللي موقفك هنا؟ جاي تعطل الدكتوره ناديه يا اخي؟ ولا كمانك فاضي يعني؟ مفيش يا ناركس، حضرتي كل حاجة؟ أحضر إيه بس يا أبو إمام؟ هو ده كلام معقول؟ قلت لك يا نرجس لازم نسافر ليلة، التاكسي جاي بالليل. طب وشغلك يا أخوي؟ قدمت على إجازة لغاية ربنا ما يسهل، وأنا في البلد حابب أشتغل أي حاجة، إن شاء الله أنقل السباخ للقطار حتى. طب ومدارس الأولاد؟ بعدين نبقى أنقلهم هناك، هناك مدارس وهنا مدارس. بس لو كنت ترسيني يا اخويا. وبعدين يا نرجس قلت لك هنسافر الليله يعني هنسافر، وانا في البلد حابب احكي لك على كل حاجه. ما تشيش. اذا حصل اي حاجه ابقى خد الاولاد وسافري. فيه يا فندم؟ حرام عليك سيبت رخمي. اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه، يلا خش جوه دلوقتي. يلا يا نرجس يلا. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء. صبري، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دكتور أحمد اتفضل يا ابني. كنت فاكر العملية بسيطة، عمري ما تصورت إنها توصل للدرجة دي. أنت عم صبري، أنت اتعذرت في قرشين سلفهم لي، وكان عارف ان انا مش هقدر اردهم. اول مره قال لي انه عنده عجز في العهده، وتاني مره قال لي صاهين ما دام في حدود النسبه المسموحه، ومشيت على كده. وامتى ابتدت الحكايه دي؟ ايام ما حضرتك دخلت المستشفى بعد حادثه المرحومه مراتك. لكن يوم التجربه الصغيره دي انا وزنت الكميه بايدي. انا اللي نقصتها، وانا كنت واقف بليت صباعي بريقي وسحبت شويه من الماده. اياميها كان ماسكني من رقبتي وكان بيهددني انه يخطب بنتي وهي راجعه من المدرسه. هي ايه غابه؟ مفيش بوليس في البلد؟ لا في يا دكتور، بس احنا اللي جبنا. خفت على بنتي وخفت من الفضيحه، لكن عمري ما اتصورت انها توصل للدرجه دي. طب والكميه اللي اتسرقت دي اتسرقت ازاي؟ يوم التجربه الصغيره مضاك على اذن ب 10 جرام من ماكس 13.
مش كده؟ أيوة ده اللي أنا توقعته، لأني شفت إمضتك، بس على إذنين مش إذن واحد. فعلا مضاني على إذنين، كان فيهم واحد 111 على ما أفتكر. يبقى هو كده بالظبط، بنفس القلم اللي كتب بيه الإذن ب10 جرام صلحه وخلاه 1000 جرام وسرق الفرق. أنا مش قادر أصدق. إحنا فين؟ وليه ده كله بيحصل؟ ليه يا عم صبري؟ كنت بشوفك قدامي كل يوم في النازل، إنما مش قادر أعمل حاجة. لكن خلاص أنا هصفر العيال الليلة، ومن بكرة الصبح هروح النيابة وهعترف بكل حاجة، كل حاجة. مع السلامة. خلي بالك من روحك يا صبري. خلي بالك منهم يا أسطى، وصلهم لغاية البيت وحياتك. طريق السلام. مش هتروحي بقى؟ كل الناس روحت. عم صبري اتقتل. ليه في حياتك؟ تصدقي لما سمعت الخبر ده زعلت قوي. ليه؟ الله اعلم. ما هو يمكن عمل حاجه كده ولا كده. انت عارفه مفيش حاجه من غير سبب ابدا. يلا يا حلو عشان اوصلك. ما تنسيش تجيبي شنطتك معاك. اتصلي بيا. نمر التليفوني عندك يا دكتورة. قولي لهم على المادة اللي لقيتيها في المخدر. ما اقدرش يا احمد. نادية، انا مش بس بدور على ورقتي، العملية اكبر من كده بكتير واخطر من كده بكتير. الناس اللي فوق خلاص هم طالبين يشوفوك.
الظاهر راضين عنك. يلا بينا. خلاص يا بندق، خلاص. خلاص ايه بس يا حلاوه؟ ما تصلي على النبي النار. مفيش فايده يا بندق، كل ما طاقه تتفتح تتسد تاني. حتى ناديه ظهر اني هسلم نفسي للبوليس واللي يحصل يحصل. ده كلام برضه يا دكتور احمد، مش لما تجيب دليل براءتك. منين وازاي؟ انت مش رحت عند العماره في وسط البلد؟ شفت فيها ايه؟ رحت، طلع مكتب تصدير واستيراد. اذا كنت انا بعناية دول شفت الجدع المزين لما دخل هناك. بندق استنى. ايه؟ الافندي المزين ده كان رايح هناك ليه؟ يا اما عشان يحاسب، يا اما عشان في هناك مخزن. صح، يبقى واحده من اتنين، يا كان رايح المكتب يا البدروم اللي كان بالمكتب. انا مش فاهم حاجه يا دكتور احمد. تعالى معايا. احنا رايحين على فين كده؟ بعدين حطارة. خليك على طول. ايوه طيب، بس مش نتفاهم؟ بلاش كلام كتير يا شوقي. انا رايي نتفاهم احسن. طب اطلع. طب بس اسمعني، جايز كلام يعجبك. شوف يا شوقي، انت بني ادم مش ممكن حد يطمنك، لانك خاين وطموحك اكبر من امكانياتك. طب وانا بعمل كل ده عشان مين؟ ما هو عشانكم. لا، عشان نفسك. انت فاكر أول ما طلبت منك إنك تشتغل معانا؟ كان عندك استعداد تبيع أخوك عشان توصل. إحنا عاوزين الولاء والطاعة، وإنت لا يمكن يكون عندك ولاء إلا لنفسك وبس. اسمع بقى، سيبك من الكلام ده، أنا شايل نص كيلو، ما تيجي نشغله سوا. طب اطلع بقى أحسن لك. كلمة زيادة هفرغ المسدس ده في راسك. ترى هما جايين هنا ليه؟ هو ده المكان؟ الظاهر كده. هتعمل ايه؟ ارجع انت عشان سواق التاكسي زي ما نقلها. طب انت هتعمل ايه؟ هحاول ادخل اشوف ايه اللي بيحصل جوه. حاجه معاك؟ لا، ارجع انت وانا هشوف لاي مواصله ارجع فيها. طب هستناك هنا، بس ما تتاخرش. طيب يا بندق.
قصدي دي؟ في عربيته وارموه في اي حته واحرقوه. حاضر. ايه ده؟ شوفوا مين؟ نشوف له صرفه. يا سعادة البيت ما عملتش حاجة. ودور. ما عملتش حاجة سعادة البيت. أنا كنت واقف جنب العربية. حرام عليكم. حرام عليكم. أنا اوعى ايدك. اوعى ايدك. اوعى ايدك بقول لك. اوعى ايدك. اوعى ايدك. اوعى ايدك. حد يدق أخويا من على القهوة. حد يدق أخويا من على القهوة. حد يدق أخويا من على القهوة. طيب بعدين مع السلامة. فندم يا فندم في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لحضرتك. طب اقعد استريح الأول. إيه مالك؟ خدي نفسك واستريحي كده واشربي كوباية المية دي. احكي لي بقى إيه الحكاية؟ من شوقي؟ ايوه. لكن ازاي ما قلتليش الكلام ده من زمان؟ يا فندم انا كنت خايفه قوي. للدرجه دي؟ كان لازم تبلغي البوليس او النيابه. يا فندم انا قلت لحضرتك ان هو خطفني وهددني. احنا عايشين في غابه؟ ما هو ده عيبنا، كل واحد مننا بيخاف يقول الحقيقه، مع انه لو قال الحقيقه مفيش حاجه من دي تحصل. قومي معايا يا دكتوره. على فين يا فندم؟
هنروح للبوليس تقولي له على كل حاجه. ما تموتنيش أرجوك.